المكتب زي ما احنا شفنا في الصورة مشرخ وغير الاهل انه يستعمل كمكتب تموين. وسبق قبل كده في 2013 خد قرار إخلاء من مجلس الإدارة المحافظة، ولغاية الآن ما فيش مكان بديل يسع لمكتب التموين، سواء رئيس المكتب أو الموظفين أو الكمبيوتر أو الغرفة الحجرة بتاعته الخاصة دي. زاد إن المكان غير آهل حتى إنسانيا، يعني بحس ما فيهوش دورة مياه ولا بوفيه ولا عامل، وده يعني ان احنا مشكلة. احنا لما حد خصوصا في الشتاء بيعوز يقضي حاجته بيضطر ينزل الى مركز شباب هنا يعني بس بجوارنا، او احد المساجد في هي وفتحة في الظهرية يعني، بس فبنقع في ورطة في حكاية المسألة بالذات. يعني لو عربية نقل محاملة حمولة ثقيلة بتهتز الدور التالي بيني. لما يعني أذكر حادثة مرة في أحد المراجعات البطاقات التمانية، جو مجموعة ناس كثيرة في الدينا في الدور الثاني هنا، المكان تمايل بيني، فاضطرنا ننزل الناس من المكان على أساس يتزن المكان ويرجع لوضعه الطبيعي. بس إحنا بنطالب من في شروق هنا، سيادتك فاضية طبعا مبنى شروق فاضي، ولكن احنا لجأنا قبل كده للسيد رئيس القرية والسيد رئيس المدينة، ولكن بدون جدوى يعني. وفي الاخر برضو في مجلس القرية حبوا يدونا غرفتين فقط، غرفتين ساعتك هنا احنا معنا غرفة اثنين والمدخل والثالث والصالة الرابعة، ما ينفعوش بديل ليهم غرفتين، وعندنا مكتبات وعندنا استمارات وعندنا استمارات تدقيق شغالة حاليا، كل دي كميات ليس مش قليلة يعني، فبنحتاج مكان أقل حاجة ثلاث حجرات عشان نشتغل فيهم كبديل